تقلقش يا معلم وفرحان بالجواب ده، ده أكبر دليل على إن علاجك لسارة ماشي في الطريق السليم، بس أنا مش هقدر أقدم الدليل ده لأي حد. دي مشاعر سارة الخاصة، سر من أهم أسرارها من وجهة نظرها، لكن تفكيرها في الانتحار ده مطمنش. واضح إنها بتسمع لليلى وبتثق فيها، والعلاقة دي لازم تترقب. سارة محتاجة تنشغل بموضوع تاني، موضوع يحرك مشاعر المراهقة في الاتجاه السليم. ده اسمه طوق. الدكتور حسن بيتقل عليك يا سارة. يعني ايه بيتقل عليك يا سارة ده؟ قصدك يعني ان هو تقيل؟ لا يعني هو اصلا عامل نفسه مش واخد باله يعني، وهو واخد باله. اللي انت بتقوليه ده واخد باله ورايح بيه على فين؟ الدكتور حسن قرى الجواب بس بيستعبط. ليلى انا هزعل منك، ما تقوليش على الدكتور حسن ان هو عبيط ولا بيستعبط، عشان عيب مش تيمة. ياه ده انت مدلوقه عليه قوي. انا مدلوقه عليه يعني ايه؟ مدلوقه يعني مرميه. انا مرميه يعني ايه مرميه؟ انت انا مش فاهمه منك حاجه يا ساره. الحب حد بيجري ورا حد، وانت اللي بتجري ورا حسن. انا اللي بجري ورا حسن؟ لا مش بيحصل بقى، علشان لما حسن بيجري الاوضه هو بيبقى داخل من الباب وانا ببقى على السرير، مش في حد بيجري ورا حد ولا حاجه. بفهمها ازاي دي يا ساره؟ حسن قرى الجواب وهو عارف انك بتحبيه. طب وليه هو مش بيحبني زي ما انا بحبه؟ عشان بيحب واحده تانيه. علا الحمد لله انك فهمتي. طب لا، حسن بيحبني انا. يا ساره هو خاطب مين، انت ولا علا؟ هيتجوز مين، انت ولا علا؟ عشان يعني علا مش عيانه زيي، بس حسن قال ان انا خفيت خلاص. حسن بيضحك عليكي، ده باين انه لعبان قوي. العبان قوتي؟ العبان يعني زي منيره الزفته اللي قاعده قدامي اهي، شايفه بتبصلي ازاي؟ من دي اللي بتبص؟ مفيش حد قاعد قدامك يا ليلى. انت بس مش واخده بالي، ركزي بس شويه، ركزي. ايه؟ قاعده بتطلعلي لسانها. انت ما تطلعيش لسانك اللي انا مش شايفاكي انت، عشان هي بت سيبك منها بقى، دي انا مش شايفاها. بصي يا ليلى سيبك منها. يعني ايه العبان اللي انت بتقولي عليه دي؟ العبان يعني بيلعب بالبيضه والحجر. بتلعب بالبيضه والحجر ازاي يعني؟ بيكسر البيضه جوه الحجر كده يعني؟ ياه ده انت على نياتك قوي. هما الرجاله كده، ميه من تحت تبن. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش فاهمه منك حاجه. عارفه التبن؟ لا عارفه الميه عشان انا بشربها. ايوه اهو من الرجاله بقى زي الميه من تحت، وتبن بيبقى من فوق. انا مش فاهمه منك حاجه خالص. ايه ده انت ملخبطاني قوي كده ليه؟ طب اكتب له جواب تاني. استني شويه يمكن يلاقي جواب يقراه. طب مش انت بتقولي ان هو قراه؟ طب انا اعمل لك ايه بقى؟ ما انت اللي مش مصدقه. طب ما تساعديني يا ليلى، مش انت صبحتي. لازم نفكر في طريقه تانيه يعرف منها انه بيحبك. كل من اللي اسمها حالتي لو اصحى من النوم ما لاقيهاش في الدنيا كلها. فكري بقى يا ليلى هحمل ايه؟